في موضوع آخر، شغلت الحالة الصحية للفنانة القديرة شفيع بودرع بال محبيها، خصوصا بعد تسليطها الكثير من وسائل الإعلام الضوء على الموضوع مؤكدين تعرضها لحادث منزلي، فيما نفت شفيع كل الإشاعات المتداولة في اتصال هاتفي مع زير نيوز، حيث أكدت خلاله أيضا أن حالتها الصحية في تحسن مستمر. حالا تاعي لبست وخرجت من داري ورحت للولاية، حطتني بنتي، دخلت للولاية، طلعت الدرجة الأولى وطلعت الدرجة الثانية في الولاية. منين يدخل الوالي؟ كنا معروضين عند الوالي، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الرابعة، الخامسة، ما فقت بوالو حتى لقيت روحي في السبيطار. كانوا لي بونتيير تما، رفدوني في ربعة واقيلة كما يحكيو الولاد، داروا لي لي زاناليز، داروا لي السكانير، داروا لي لا راديو على ظهري، داروا لي. بصح يا بنتي، وعلاش هذا الكذب يقولوا طحت في دارها؟ طحت في الولاية. وجابوني هنا ورانا الحمد لله. واحد قالوا طحت على مخ هذا نيموراجي كانيان، والاخر قالوا طحت على قلبها عندها سكته قلبيه، والاخرين قالوا طحت ما نعرف واش. وعلاش يعني يكذبوا عليا؟